يهودا تزلت اخوانا. الله اكبر. آخر زور للمقدم عبد الرحمن البيشي، أحد أبرز القادة المدنيين في وسط السودان ومسؤول قطاع سنار والنيل الأزرق. إثر غارة جوية نفذها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مدينة سنار، وأعلن مستشار قيادة قوات الدعم السريع الباشا طبيق مقتل البيشي على صفحته الشخصية بموقع إكس، مواقع التواصل الاجتماعي. كما نهى عدد كبير من قادة قوات الدعم السريع على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي رفيقهم البيشي، بينما لم يصدر بيان رسمي من قوات الدعم السريع تعلن فيه مقتل البيشي. وذكرت تقارير عالمية أن البيشي لقى مصرعه بغارة جوية نفذها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، استهدفت تجمع لقوات الدعم السريع في طريقهم لدخول مدينة سنار من منطقة ميرنو. ويعتبر البيشي أحد أبرز قتلة الدعم السريع في وسط السودان، حيث كان يتولى منصب قائد قطاع إقليم النيل الأزرق قبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تشترك في قناة زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.